چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانی کنت نورن فی الاسلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. السيدة فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وتكنى بأم فروة. هذه المرأة المقدسة هي والدة الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أمها أسماء، أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر، أما والدها فهو القاسم، وهو أيضا من الثقات ومن أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. أما جدها فهو من الأعمدة التي كان يعتمد عليها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو محمد بن أبي بكر. وهي من فواضل نساء عصرها، مؤمنة تقية على اعتقاد راسخ بأهل البيت عليهم السلام. وقد أورد المسعودي في إثبات الوصية النص التالي: كانت السيدة فاطمة أي أم فروة بنت القاسم من أتقى نساء زمانها. وقال صاحب منتهى الآمال: كانت أم فروة رضي الله عنها في غاية الجلالة والكرامة، بحيث يقال لولدها الإمام الصادق عليه السلام ابن المكرمة. الراوي عبد الأعلى كانت تطوف، ولما مرت بالحجر الأسعد مدت يدها إلى الحجر، فقال لها رجل ممن كان حاضرا: يا أمة الله، أخطأت السنة. قالت: نحن بغنى عن علمك، يعني السنة بأن نمد أيدينا إلى الحجر الأسعد، باعتبار أن هذا الحجر مبارك، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد مد يده على هذا الحجر. هي كما يقول الإمام الصادق عليه السلام عنها: كانت أمي ممن آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. ويقول عنها الإمام الكاظم موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه: كان أبي يبعث أمي حميد المصفات وأم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة أهل البيت صلوات الله عليهم بهاتين المرأتين الصالحتين القانتتين من أهل البيت عليهم السلام. فقد روى عنها الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لها: يا أم فروة، إني لأدعو الله لمذنبي شيعتنا في اليوم والليلة 1000 مرة، لأن نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب، وهم يصبرون على ما لا يعلم. فهذه المرأة أوقفت حياتها أيضا خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خدمة لدين الله بالأول، خدمة لأهل البيت عليهم السلام وهم أئمة هذا الدين. وكانت معروفة في أوساط النساء
بأنها ملجأ لهن في المعضلات وفي المشكلات وفيما يرتبط بدينهم ودنياهم. إلى أن اختارها الله عز وجل راضية مرضية حتى أدخلها الله عز وجل في عباده وأدخلها في رحمته، فسلام الله عليها يوم ولدت ويوم توفيت ويوم تبعث حيا في منازل الصديقين.